لو فاكرين إن أزمة كهربا مع نادي الزمالك اتحلت تبقوا غلطانين، الأزمة لسه مستمرة وممكن تأثر على اللاعب وكمان مشاركته في كأس العالم للأندية. طب إيه اللي الزمالك يقدر يعمله مع كهربا؟ واللاعب هيشارك فعلا في كأس العالم ولا لأ؟ ولو شارك هيكون من إمتى؟ أنا مريم مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. الأيام اللي جاية شديدة جداً وعصيبة على كابتن محمود كهربا، فيها أحداث ممكن تغير مصير حياته حرفياً. ده ممكن يبطل لعب كرة أصلاً، مش بس يتمنع من المشاركة في كأس العالم للأندية، والسبب في ده هيكون في إيد المستشار مرتضى منصور. تعالوا بينا نعرف ليه. في البداية خلونا نعرف إن كأس العالم للأندية معاده يوم 1 فبراير اللي جاي، ويوم 2 فبراير معاد جلسة كهربا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودي بقى المفاجأة، هيناقشوا فيها اللاعب ما دفعش ليه الفلوس لنادي الزمالك اللي عليه لحد دلوقتي. الفلوس كتير والرقم ضخ، وكهربا لحد دلوقتي لسه ما دفعش، وده اللي خلى المستشار مرتضى منصور صاحب الامر في مشاركة كهربا في كاس العالم حرفيا. خلوني بس افهمكم، كهربا ممكن يلعب اول ماتش للاهلي اللي هو يوم 1 فبراير، ده عادي جدا، بس من تاني يوم مصيره هيكون غير معلوم، محدش يعرف هيكمل لعبه ولا لا، لأن في اليوم ده هيكون التحقيق معاه في الفيفا، والمستشار مرتضى منصور تقريباً كده والله أعلم مستف ورقه على الآخر وعايز يقعد كهربا في البيت. فممكن يكون الماتش بتاع يوم 1 فبراير ده هو الماتش الأخير ليه مع النادي الأهلي في كأس العالم. في نفس الوقت ممكن كهربا يكمل لعب في كأس العالم للأندية. طب إزاي ده يحصل؟ الكابتن محمود فايز الخبير في كرة القدم وقوانينها قال إن الاتحاد الدولي للكرة ممكن يتعاطف مع كهربا ويقف في صفه، بس بطريقة مش ظاهرة شوية. تعالوا بينا نعرف إزاي. فايز قال في تصريحات ليه تلفزيونية إن الاتحاد الدولي لما يحقق مع كهربا هيسأله شوية أسئلة، أولها أنت ليه لحد دلوقتي ما دفعتش الغرامة اللي عليك للزمالك؟ وهنا كهربا ممكن يتحجج ويقول إنه بسبب الدولار وسعره اللي عالي طبعاً في البلد اليومين دول، وإنه طالب يدفع الغرامة بالمصري بعد ما كانت بالدولار، وممكن الاتحاد فعلا يوافق ويبدأ يخلي كهربا يرجع يلعب. طب لو الاتحاد ما وافقش إيه اللي ممكن يحصل؟ طلع أن كهربا كمان عامل حساب النقطة دي، والمحامين بتوعه هيمطلوا شوية في العملية ويطلبوا من الاتحاد الدولي تقسيط الغرامة من على كهربا، ولو تم الموافقة فعلا وكهربا كمان التزم ودفع أول قسط من الفلوس اللي عليه، ده يخليه يكمل لعب باقي مباريات كأس العالم للأندية. كل الكلام اللي فات كنا بنتكلم فيه على الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونسينا إن في طريقة سهلة قوي ممكن تخلي كهربا يكمل لعب عادي في كأس العالم للأندية، وهي إن سيادة المستشار مرتضى منصور يرضى عن كهربا، أو حد يقنعه يرضى عنه ويتنازل عن الغرامة، وهو يقدر يعمل كده فعلا، بس أنا ما أعتقدش إنه هيعملها، خصوصا ان كهربا جاب في الزمالك جون في الماتش الاخير مع الاهلي، والجون ده كان بوابه لجوان كتير دخلت شباك نادي الزمالك وتسببت في خسارتهم، وطبعا ده زعل المستشار جدا وغضب جدا، ووقت الغضب ما بيرحمش حد. بس خلونا نصبر ونشوف، يمكن الامور تتعدل مع كهربا والمستشار يرضى عنه، او ان الفيفا توافق على طلبات كهربا وتقسط له الغرامه وكمان تغيرها من دولار لجنيه مصري، ودينا هنشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه. انتوا كمان شاركونا برأيكم وتوقعاتكم، تفتكروا ايه اللي هيحصل بالظبط؟